اللي يشوف هذه الصورة ويعرف وين التقطت أكيد لو عايش معنا في هذا العالم أكيد ما حيصدق عيونه، فهذه صورة من قلب ووهان. أيوة بالضبط، ووهان المدينة الصينية اللي عرفنا اسمها وصارت أشهر من نار على علم هذه السنة لأنه فيروس أو خلونا نقول جائحة كورونا اللي مأزمة العالم كله كانت انطلقت وبدأت منها. بس يبدو أنه سكان ووهان يبدو أنه ضاربين طناش، أو يمكن نوع من التحدي، أو كده بيحسسوك أنه كلهم ماخدين لقاح إحنا ما نعرف عنه ولا بقية العالم سمع فيه، أو يمكن في سر مخلي في قلوبهم كده قوية بشكل بهذا الشكل وغير مبالين بالمرة، وبيطلعوا بيحتفلوا وبيغنوا وبيرقصوا في حفلة كبيرة لموسيقى التكنو كده أقيمت في منتجع للألعاب المائية. عدة صور وثقت الحفلة داولها الملايين حول العالم، وأي أحد شافها اتجنن وسأل كيف يعني الحياة عادت طبيعية في مدينة ووهان وإحنا بنعاني من تبعات الفيروس، وحتى في دول خايفة من موجة ثانية. المصيبة مو بس التجمع والاكتظاظ، المصيبة إنه ولا واحد فيهم كان لابس كمامة. لا، وإدارة المنتج اللي كانت عليه الحفلة بتقول لك إيش؟ بتقول لك إنه اكتفت بنص القدرة الاستيعابية للشاطئ. هذا كله والله العظيم كده بيقولوا، هذه نص القدرة الاستيعابية للشارع للشارع مع اللي هيسوي كده في الشاطئ هيسوي كده في الشارع. على العموم مشاهدينا يعني ما قصروا الحقيقة، والله يستر علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.